قدمت 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 الدم كالفيض انهمار من رأس ما أولانا الأغار حتى أتى يتلو السوار يتلو دعاه فانصب القدر عزما إلى كل البشر حين أتى وعد الظفار قالت يداه فانصب من كأس القدر عزما إلى كل البشر حين أتى وعد الظفار قالت دماؤه قضية لا تختصر صيغت بماء وذرار فيها إلى الشعب عبار حيث دعاه عن وصله لا ينتهى بالدم في وقت السحاب طاح علينا وانتشار يحكي فداه حيدر الكرار أهدانا الدروس وبه نعلي الجبل أيوا عليا هو سر الصبر في قصة موسى إنه الكنز الثمين أيوا عليا حيدر الكرار أهدانا الدروس وبه نعلي الجبل أيوا عليا هو سر الصبر في قصة موسى إنه الكنز الثمين أيوا عليا هذا علي في البشر وأحمد قهري أقار فمن يعاديه كفار تفت يداه تحلها فيك السوار إذا بك الشكل ظهار انظر بقلب وبصار تلقى سناه في قلبي الحان استقار فكان شهدا وزهار العذب فيه والذرار ينطق العذب فيه والذرار ينطق فاه وليته رغم الخطار رغم السهام والشرار كتبت باللوح سطار تفنى عداه حيدر بلسم جرحي حين أشكو من عذابات السنين أيوا عليا وأنا لازلت في بحره أبطو وبقى في ناسكي أيوا عليا حيدر الكرار أهدانا الدروس وبه نعلي الجبل أيوا عليا هو سر الصبر في قصة موسى إنه الكنز الثمين
أيوة عليا هو السر صبري في قصة موسى إنه الكنز الثمين أيوة عليا حيدر بلسم جرحي حين أشكو من عذابات السنين أيوة عليا وأنا لازلت في بحره أخطو وبقى في ناسف أيوة عليا وأنا لازلت في بحره أخطو وبقى في ناسف أيوة عليا وبقى في ناسف أيوة عليا.